بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة العالم الذي انسلخ من علمه، هذه القصة جاءت في القرآن الكريم، وأمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن يتلوها على الناس. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، تعبير جدا تعبير دقيق وتعبير كبير، آتيناه آياتنا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الله يضيف هذه الآيات إلى نفسه، آتيناه، وهذا الإيتاء كذلك يعني إضافة، الإيتاء يضيفه إلى نفسه، آتيناه، وآياتنا كذلك يضيفها إلى نفسه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، شوف القرآن لم يذكر اسم هنا، يعني أعطانا حالة، حتى هذه الحالة يعني تسري في كل عصر وفي كل جيل. لم يعني المشكلة ليست بالاسم، من هو هذا الذي يعني آتاه الله آياته، ليست المشكلة هنا. وإن ذكرت الروايات بلعم بن باعوراء طبعا واتلوا عليهم بخصوص بني إسرائيل، حتى هذه التلاوة على بني إسرائيل كذلك ليست خاصة ببني إسرائيل، وإنما هي يعني عامة لكل الناس ولكل الشعوب والمجتمعات والرسالات السماوية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ منها، شوف هذا الانسلاخ تعبير جدا جميل. هذه الظاهرة طبعا، ظاهرة الانسلاخ من الآيات ومن العلم، ظاهرة مكرورة في كل عصر وجيل، حينما ينفصل العلم عن العمل ولا يجسد العالم علمه في نفسه وفي واقع الحياة. نعود إلى هذه القصة، قصة انسلاخ الإنسان من العلم ومن الآيات التي تعلمها ومن العلوم، حتى العلوم طبعا هنا يقصد العلوم الدينية والعلوم التي تتعلق بالله عز وجل وبالدين وبهداية المجتمع. هذه الآية المباركة في سورة في السورة المباركة، الآية سورة الأعراف في الآية 75 بعد 100، الأعراف 175 تبدأ بقصة ذلك العالم الذي انسلخ، وقلنا هذه ظاهرة، يعني قضية انسلاخ الإنسان من علمه، يعني ثنائية العلم والعمل، نستطيع أن نسميها ثنائية العلم، وقيمة العلم أنه يتحول إلى عمل، يتمثل في النفس على شكل تواضع ومحبة الناس وتعليم الناس وهداية الناس، وكذلك يعني الاهتمام بالحقوق التي على الإنسان والواجبات كذلك. شوف، ولهذا القرآن الكريم يحذرنا في هذه القصة من أن ننسلخ من علومنا، ولا سيما العلوم الدينية التي آياتنا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يقال في بعض الروايات هذا اسمه بلعم بن باعوراء، كان عنده يعني دعاؤه مستجاب بحيث عنده اسم الله الأعظم. بعض الروايات تقول من أهل البيت، عليهم الواردة من أهل البيت، أنه تقول عنده اسم الله الأعظم. هذا الانسلاخ يدل على عدم تفعيل العلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم،
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شوف الإنسان مهما كان يمتلك من علم الدين والعلم الرباني والعلم الإلهي وعلم الشريعة، هذا العلم لا ينفع إذا يعني جاء معه استكبار. الاستكبار والاستغناء يجعلان العلم يعني لا ينفع شيئا، بل يغوي بصاحبه في واد سحيق. شوف في السورة المباركة سورة العلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى يعني رأى نفسه استغنى، وهذا الاستغناء قد يكون بالعلم، قد يكون بالمال، قد يكون بالسلطة، بالمنصب. مهما كان الإنسان عالما فاهما يعني وصل إلى مستويات راقية في العلوم الدينية وفي العلوم الإسلامية وفي العلوم الربانية، لأن العلم هو استغناء كذلك. العلم طاقة، العلم إمكانية، كما أن المال إمكانية، كما أن الجاه والأنصار إمكانية، العلم كذلك إمكانية. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى، رأى نفسه وعد يشوف نفسه، يعني حينما يكون يعني يرتقي في مدارج العلم مرتقيات كبيرة طبعا، ويأتي الهوى، هنا يأتي الهوى فيرى نفسه استغنى، استغنى حتى عن الله عز وجل. فالعلم يولد إمكانية الطغيان، وكلما كان العلم كبيرا وكلما صعد الإنسان في مراق العلم أكثر وأكثر كان الخطر أكبر، لأن سيرى نفسه أنه يعني صاحب قوة وصاحب إمكانية. ولهذا يعني القرآن الكريم يحذرنا من هذه الحالة، حالة انفصال العلم عن العمل، وأن يرى الإنسان نفسه وهو العالم الفذ العلامة الكبير العظيم الكذا، يمكن ما يقبل بعد بالألقاب العادية، لازم 100 لقب يعني قبل اسمه، يا الله يقبل. يعني تقول له علامة يمكن قليل يرى علامة، يعني قليل، لازم تقول له كذا مثلا، يعني بعض الناس هكذا. القرآن الكريم يحذرنا من أن ينفصل العلم عن العمل، ولهذا لا تجعلوا من الحكم الرائعة في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، هي الحكمة 74 بعد 200 في نهج البلاغة، يعني الجزء الثالث من نهج البلاغة، يقول لا تجعلوا علمكم جهلاً ويقينكم شكا. شوف هذه المعادلة الصعبة لأمير المؤمنين عليه السلام يطرحها، وهذه طبعا يعني يبتلي بها كثير من الناس، لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا. كيف يعني العلم يكون جهل؟ نجعل من علمنا جهلا ونجعل من يقيننا شكا، كيف؟ معادلة صعبة. هو يقين، كيف يكون شك؟ هو علم، كيف يكون جهل؟ معادلة كل الصعبة. لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، فإذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا. علي عليه السلام يقول أنت مو تعلم بهذا الشيء، يجب عليك أن تعمل، وإلا العلم بدون عمل هو جهل. كذلك وإذا تيقنتم اليقين بدون إقدام بدون عزيمة هذا ليس يقين، شك. من هنا يتحول العلم إلى جهل، ويتحول اليقين إلى شك، حينما لا نعمل بعلمنا ولا يعني يكون تأثير على عزيمتنا في يقيننا. لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، فإذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا. ولهذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام
في نهج البلاغة، كذلك في الحكمة السابعة بعد المئة، كلمة جدا رائعة، حكمة من أروع حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الحكمة قلنا السابعة بعد المئة، طبعا بالجزء الثالث من نهج البلاغة، يقول: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. رب عالم قد قتله جهله، معادلة صعبة، هو عالم لكن قتله جهله. كيف يعني؟ يعني مو قتله علمه، رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. العلم ما ينفع هنا، حينما العلم يكون سلبيا يولد الاستكبار، يولد الاستعلاء، ويولد الحسد. طبعا العلم قد يولد الحسد، قد يولد الاستكبار، الزهو. موسى عليه السلام، سر لقاء موسى عليه السلام مع العبد الصالح، سر لقاء موسى مع العبد الصالح، لماذا؟ مو صحيح، الله عز وجل وعد العبد الصالح بأن يلتقي، أو أمر العبد أمر موسى عليه السلام بأن يلتقي مع العبد الصالح، لماذا؟ حدثته نفسه بأنه الأعلم، في رواية أهل البيت حدثته نفسه بأنه الأعلم، فأوحى الله عز وجل إلى جبرائيل: يا موسى، يا جبرائيل أدرك عبدي قبل أن يهلك، فإن في مجمع البحرين من هو أعلم منه. فقال موسى عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. لا أبرح، يعني لا أبرح سائرا ماشيا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. نعود إلى قصة ذلك الذي انسلخ من علمه. القرآن الكريم يعبر تعبير جميل بالانسلاخ: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذا الانسلاخ يعني كأنه كيف ينسلخ الإنسان من جلده، ينسلخ يعني الانسلاخ يدل على شنو؟ على الالتصاق، مدى الالتصاق. يعني هذا العلم كان ملتصقا بهذا الرجل، كان مشبعا بهذا العلم، زين، بهذه الآيات الربانية، بهذه الآيات الإلهية، زين، بعد يعني دل على الشمول، الجلد لأن يحيط بالجسم، فانسلخ منها. كيف ينسلخ الإنسان من جلده؟ ها، فانسلخ منها، ينسلخ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف هاي الصعوبة، يعني ليس بأمر سهل، هذا الانسلاخ ليس سهل وبسيط، وإنما بمعاناة، بآلام، بصعوبة. من هنا عبر القرآن بشمول، شمولية، هذا العلم شمولي، كان علم ملتصق، لأنه من آيات الله عز وجل، كان إنساناً عالماً عارفاً، كان صاحب دعاء مستجاب بلعم بن باعوراء، مو إنسان عادي، بحيث هذه الدرجة العلمية التي وصل إليها درجة كبيرة جداً، حتى في بعض الروايات تقول بأنه لديه يملك الاسم الأعظم، ودعاؤه مستجاب في كل مسألة. ولكن المشكلة وين؟ لماذا حصل هذا الانسلاخ؟ قلنا التعبير بالانسلاخ تعبير جدا دقيق، يحتاج إلى يعني وقفة في دلالاته وفي أبعاده وفي معانيه. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عجيب، كأن الشيطان يتربص،
هو حينما كان عارفا عالما عاملا بعلمه يستحضر هذا العلم الرباني الإلهي، يستحضر هذه الآيات التي آتاه الله إياها. الشيطان بعيد عنه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن حينما انسلخ من الآيات فأتبعه الشيطان، أتبعه يعني اكتفى أثره هنا، لأن الشيطان وسواس خناس، هو وسواس يوسوس لكن خناس بنفس جبان. شنو يعني خناس؟ يعني يخنس، يعني ينضم، يعني يختفي. حينما يكون الإنسان يعيش الذكر واستحضار العلم الشيطان يختفي، وهو وسواس خناس يخنس حينما يتذكر الإنسان، وحينما يستحضر علمه يخنس، لكن هو يوسوس حينما ينسى علمه. فإذن فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. هذه الآيات الرائعة، هذه ولو شئنا الآية 76 بعد 100 من سورة الأعراف، ولو شئنا لرفعناه بها، يعني هذه الآيات، هذه العلوم، العلوم الإلهية، العلوم الربانية، علم التوحيد، هذه العلوم التي تعلمها هذا الرجل لو شئنا لرفعناه بها. يعني هذه لها قابلية على أن تصعد هذا الإنسان، بل الهدف من العلم هو تصعيد ورفع شأن الإنسان في نفسه وفي المجتمع. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لماذا لم نشأ؟ الله لم يشأ أن يرفع هذا الإنسان. لماذا؟ رغم أن ما تعلمه يعني يقتضي أن يرتفع ويسمو في الرقي الروحي والرقي العلمي والرقي النفسي. ولو شئنا لرفعناه بها، لكن الله عز وجل الأمور تجري بأسبابها، ليس هناك جبر إلهي رباني. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه، لماذا لم نرفعه بها بهذه العلوم التي تعلمها حتى وصل إلى مستوى راق جدا في العلم الرباني والإلهي؟ لماذا؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن الخلود إلى الأرض يعني شنو؟ يعني الاستغراق في زينة الحياة الدنيا، هذا الخلود إلى الأرض. الاستغراق في الشهوات، الاستغراق في الهوى، شوف واتبع هواه ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف الخلود إلى الأرض يعني الالتصاق بالأرض، يعني أن يعمل بغرائزه وليس بعقله، لأن العلم بدون عقل ليس له قيمة، يؤدي إلى الهوى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. سبحان الله، هذا العلامة الفهامة العظيم الذي الله عز وجل يقول آتيناه آياتنا، هذا يصبح كالكلب. فمثله كمثل الكلب، طبعا الكلب يعني قد واحد يقول شو الكلب رائع بالوفاء مثلا، يضربون مثل في الوفاء، لكن هنا جنب أخرى للكلب التشبيه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا اللهاث من العطش، الكلب حينما يلهث من العطش، كأنه هذا الرجل، هذا صاحب العلوم الكبيرة، هذا العلامة الكبير، حينما اتبع هواه، حينما أخلد إلى الأرض واتبع هواه، تحول إلى كلب مسعور يلهث وراء المادة ويلهث وراء الطاغية الجبار المتكبر. لأن في روايات أهل البيت تقول أن بلعم بن باعورة، هذا الرجل العلامة، هذا مال إلى فرعون الطاغية. هاي مشكلته، مشكلة الكثير من العلماء، زين، هو أنه يكون بوق للطاغية،
كما يعبر يعني يعبر وعاظ السلاطين، وعاظ الدكتور علي الوردي عنده كتاب كامل ضخم رائع، الدكتور العراقي الاجتماعي الرائع يقول يسميه وعاظ السلاطين. هناك وعاظ في كل جيل، هناك للطواغيت للمستكبرين هناك وعاظ، بحيث يعني يبررون للسلطان الجائر جوره وظلمه. هؤلاء باسم الآيات القرآنية، باسم الأحاديث، باسم الدين، بحيث يجعلون جرائم الطاغية من الأمور المستحبة بل الواجبة في كل عصر وجيل. هؤلاء بلعم بن باعوراء مال إلى فرعون وراح يبارك للطاغية فرعون قتله لبني إسرائيل، مع أنهم بني إسرائيل، بل من علماء بني إسرائيل. بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل الكبار. هذا الرجل حينما أخلد إلى الأرض، إلى شهواته، إلى نزواته، إلى مصالحه الذاتية، مصالحه الشخصية، بعيدا عن مصالح الأمة والمجتمع، ماذا يمثل القرآن؟ ماذا يمثله القرآن؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني حينما تنصحه يلهث، تتركه يلهث، ما ينفع مع أي نصيحة، أي مقولة، أي موعظة، يعني تأخذه العزة بالإثم حينما تنصحه. أو ينصح بعض العلماء مثلا في طبقته، زين، يقول له هذا أنت العلامة، أنت الفهامة، المفروض يعني المفروض تسمو، المفروض تضحي، المفروض تفكر بالأمة. مجرد ما لوح لك الطاغية فرعون، لوح لك الحاكم الجائر رأسا، استجبت له وأصبحت ندا للمؤمنين والذين يعني يسيرون على نهج موسى عليه السلام. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. شوف الكلب شايفه حينما يفتح فمه بحيث يلهث يدلع لسانه، هنا اللهاث وراء زينة الحياة الدنيا وزخرفها وزبرجها وأهوائها. الأهواء طبعا تردي الإنسان، هذا الهوى مهما كان الإنسان علامة، إذا يعني اتبع هواه يكون كبلعم بن باعوراء. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو لهاث، سواء تنصحه زين توعظه أو لا تتركه، هو يلهث، يعني اللهاث المستمر المسعور في الحياة الدنيا، ومن أجل أن يبارك للطاغية جرائمه وأعماله القبيحة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. القرآن ماذا يقول بعد ذلك؟ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. هذه القصص يجب أن نتفكر فيها، أن نتدبر، أن نتلمس المصادق المعاصرة لهؤلاء الوعاظ، وعاظ السلاطين الذين يكونون جنوداً بيد الطاغية، وهذا العلم الذي امتلكوه يكون سبباً في دمارهم وسبباً في جعلهم كالكلاب المسعورة التي تلهث وراء الحياة الدنيا وزخرفها وزبرجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.